يا ترى التوقع ده هيوصل بيه سعر كرتونة البيض لكام؟ وهيتم طرح قد ايه في المجمعات الاستهلاكية في الفترة اللي جاية بعد 6500 كرتونة المرحلة الأولى؟ ده اللي هنسأل فيه ضيفنا الكريم الأستاذ عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين. أستاذ عبد المنعم، مساء الخير، أهلا بحضرتك. مساء الخير يا زعمر، مساء الخير على مشاهدينا في الكرام. أهلا بحضرتك يا فندم. الخطوة دي منتظرين منها إن هي تساهم في تخفيض الاسعار شويه فيما يتعلق بالبيض، توقعاتكم ايه يا فندم؟ هو اول ما الاسعار البيض اتحركت بتحرك غير عادي، تدخلت وزاره التموين من خلال عده اجتماعات مع وزاره الزراعه واتحاد منتجي الدواجن، ومعالي الوزيري قعد واتفق مع الشركه القابضه بضخ كميات حوالي 4000 7000 طبق يوميا في المجمعات الاستهلاكيه التابعه للشركه القابضه من خلال 1300 منفذ. طبعا تعاقدنا 7000، معلش تاني يا فندم، 7000 طبق يوميا. 7000 طبق يوميا، في 1300 منفذ لوزاره التموين على مستوى جميع انحاء الجمهوريه، سواء الشركه العامه او الشركه المصريه فوق الابلي، او الشركه العامه فوق بحري، او شركه اسكندريه في اسكندريه، ونيل الاهرام في القاهره الكبرى. طبعا اول ما الخبر انتشر امبارح وتم التعاقد ما بين اتحاد منتجي الدواجن والشركه القابضه، سعر نزل في المزرعه بدا ينزل على 2 جنيه، وطرحنا البيض زي ما حضرتك شفت من مشاهدينا الكرام في اقبال شديد وفي ترحاب بهذه المرحله طبعا. ان البيض ب 49 جنيه في المجمعات. طب بس كده يا استاذ عمرو، احنا عندنا برضه عشان المشاهد يعرف، عندنا خضار يقل عن مسؤولياته مدرج وحاجه نضيفها في اطباق من في المجمعات اقل من مسؤولياته ب 20 جنيه ب 20% في جميع المجمعات. طيب معلش عايز بس اركز مع حضرتك في مساله البيض شويه، لان دي هي اللي شغلت ناس كتير الاسبوعين اللي فاتوا. البيض بس كان ارتفع ان من 4 شهور كنت حضرتك شفت ان طبق البيض كان وصل 24 جنيه وكان تكلفته 34 جنيه، فطبعا المنتجين خسر. خرجوا من هذا الوقت بين الانتاج، وطبعا بعض الناس باعوا القطعان، ولكن الحمد لله بدات تدريجيا، احنا عدى علينا 5 شهور بدا الموضوع يتعافى، واحنا انتجنا من البيض بحوالي 13 مليار بيضه سنويا، غزير جدا جدا وكفايه. وان شاء الله الوزاره اتحركت مع وزير التموين والتجاره الداخليه مع وزير الزراعه مع الاتحاد المنتجي، تم تحرك سريع وتم ضخ الكميات الكبيره من خلال منافذ وزاره التموين، بالاضافه الى منافذ وزاره الزراعه برضه ما نقدرش ننكرها، وزاره الداخليه في منافذ طيب. كمان توفرها يا فندم بقى، يعني حضرتك بتقول يعني موجوده في منافذ التموين في المجمعات كلها في ابلي وبحري والقاهره والقاهره الكبرى، طب توفرها يعني هل الناس تنزل دلوقتي مساكن مثلا في القاهره نزل مجمع الاهرام ولا مجمع النيل في الجمعيه الاستهلاكيه هيلاقي طبق البيض بالسعر ده ولا على حسب؟ يا فندم ونازل كميات كبيره جدا، وانت شفت الاقبال النهارده، وكنا مصورين في احد المنافذ وكان في اقبال، والحمد لله. انا بقول لحضرتك هنا دور وزاره التموين من خلال اداره الكوارث تدخل وزاره التموين في الوقت المناسب على طول لحل ازمه، ممكن من خلال ال3 4 سنين اللي فاتوا ما فيش ازمه في اي سلعه، ده حقيقي في اي سلعه، لان وزاره التموين بتتحرك على طول وبتقدر تقول بدورها الحقيقي في طرح كميات كبيره، لان يعني المجمعات ديت هي رمانه الالزام في السعر في الشارع المصري. طبعا انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا استاذ عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجاره الداخليه بوزاره التموين.